إلهي يا مجيب الكل سائل ويا من له مصير الخلق آيل إله الكون لا معبود وحده كريم كل مداته جزايل بعد ذكر الولي المعبود وحده أبدع من جزيلات المثايل وموضوعي ومضمون القصيدة بني هاجر عريبين السلايل عيال العود سلطان العبيد سلايل عود من رؤوس القبائل أحد رساسنا من راس نايف شبيه طويق لا عد الطوايل هواجر من بني جنب عبيدة ومن قحطان حناب النسايل بني هاجر لنا التاريخ سطر حديث الوقت وعصورنا وايل فعول ماضية وأخرى جديدة لنا التاريخ يشهد والسجايل كعام الضد في يوم الوهيلة وعوق اللي من العدوان عايل ما عليك زود يبين فعلنا لا من وردنا حياض الموت في يوم الوهايل على ما قول يشهد من نطحنا إلى منثار دخان الفسايل وحتى الشلف تشهد والرهايف وجيش وهجن والخيل الأصايل ميادين الوغى تشهد ويشهد لنا حكام وشيوخ وقبايل وكم حاكم بنا حقق مراده لو أن الدهر به والوقت مايل وكم حاكم بنا حقق مراده لو أن الدهر به والوقت مايل نحفظ عهودنا لا من عهدنا وهل الصملات في وقت الصمايل ونلقى ضيفنا باللي يسره ترحيب وعود أزرق وحايل نجود ونبذل الموجود حتى لو أن الدهر مداته قلايل وحق الجار حشمه والكرامة وقدره عندنا في راس طايل ولا نرضى عليه بأي زلة وندمح زلته والخمايل وعانينا إلى منه نصانا وجار الحمل بظهور الرحايل باركنا له وشن الحمل كله ولا نبحث أموره والمسايل وثقيل الحمل لا منه نصانا بنا ينسى العسيرات الثقايل ولو بقول ثم بقول ببطي أعد فعول وافين الخصايل وكل فيه من العربان حقه من الأفعال وامجاد النفايل وختم القول صلى الله وسلم على المختار خاتم الرسائل.